قالوا والعلة في ذلك في تعليقها على ستار الكعبة أن العرب أضاعت كثير من مفرداتها، فحفظت هذه المعلقات كثيرا من المفردات، فحتى لا تضيع اللغة عندما يكون في مكة يقرؤون هذه المفردات وهذه الألفاظ الجميلة فتسترجع تلك المفردات وتلك اللغة العظيمة. واللغة كان يرتبط يعني أحدثنا حتى ثبتها الله إن أنزلنا ذكرى وإن لم يأتي القرآن الكريم لما حفظت اللغة العربية. قريش خافت أن تفعل هذه اللغة وتذهب تضمحل وجعلتها على ستار الكعبة. طيب حقيقة هناك من شك في خبر التعريف من أصل، هناك من أعطى أكثر من قول فيما يتعلق بالتعريف بالمعلقات والمواد، لكن الأكيد أن المعلقات هي أنفس الشعر العربي على الإطلاق. واليوم حديثنا عن أبو الشعر الجاهلي هو امرؤ القيس كما تعرفون، لكن من المهم أن نقول في هذا الجانب في قراءة شعر امرؤ القيس أن قراءة الشعر القديم عموما تتطلب ذهنية مختلفة عن قراءة الشعر الحالي. يجب على قارئ الشعر القديم أن يتسلح بالمعرفة التي تتعلق بالتراب بأكمله، يفترض أن يتعارض مع الشعر بذهنية مختلفة كما يتعلق الثقافة بمعرفة الأماكن بروح التلقي. يجب أن تختلف عندك من شاعر قراءة شاعر محدث إلى شاعر قديم. امرؤ القيس كما تعلمون ينتمي الى الشعر الجاهلي، وايضا تعلمون ان الشعر الجاهلي اختلط عليه كثير وكثير من المرويات وزاد فيه الرواه الكثير والكثير. لذلك يجب ان ايضا ندخل بذهنيه جديده فيما يتعلق بامرؤ القيس، اننا نتعامل مع شخصيته، شخصية حقيقية اسمها امرؤ القيس، وشخصية صورية خيالية أيضا اسمها امرؤ القيس، هي التي أضافوا عليها وزادوا عليها الكثير من الأشعار والأخبار والمرويات المكتوبة. لذلك قارئ شعر امرؤ القيس عليه أن يتحقق من أفضل النسخ ويحذر من الدواوين التجارية التي تستخدم اسم امرؤ القيس في سلعه سعوديه، كما تعلمون اصبحت في فتره الفترات المنقطعه تحولت الى دكاكين للعب على هذا الجانب التسويقي شخصياتنا وابن الحضاري منهم امرؤ القيس طبعا علم الحضاري. هناك تزورون المكتبات الان سجود ديوان لعلم الحضاري، هذا علم الحضاري لم يكتب له سوى بيتين الشعر فقط، وتجد في المكتبات ديوان لعلي الإقبال وغير من الشخصيات التي كذب عليها الزوار. تعلمون ان الشعر بعد القرن الاول الهجري تعرض ايضا للانتحار وزاد فيها الكثير من المبنى من الأخبار، وليس سرا القول أن حماد الراوية والخلف الأحمر تداول الناس أسماءهم على أنهم طلعوا كثير من الأشعار وزادوا فيها على أشعار امرؤ القيس وغيره. أستشهد مثلا بقصيدة شهيرة وهي أصبحت كأنها قصيدة عامية من كثر تداولها الناس اللي امرؤ القيس، وهي قصيدة جميلة جدا لكن فيها أبيات نسبت امرؤ القيس وهي واضحة أساسا للقارئ البسيط
ان لا يمكن لامرؤ القيس شاعر مثل ان يكون مثل هذه الالفاظ الشعر الجاهلي الفاظا. لذلك انا دائما اقول ان من يقرا الشعر الجاهلي عليه ان يتسلح بذهنيه وثقافه خاصه يمكن ان يكتشف الصحيح من الزائد من الشعر الجاهلي. قصيده شهيره لمن طال بين جديه وجبل، قصيده مشهوره حتى غنيت اغنيه شعبيه لدينا في صلاتنا. ايضا زاد عليها الرواه تعلم قلبي نكته عربيه تنعم بالديباج بالحلي والفل. واضح جدا ان اللفظه لا تنتهي من عصر الجاهلية الذي فيه بيت ايضا لا يقرا بحقيقه لكن لم يصل ولم يصل. الشعر الجاهلي لا يعرفون هذه الالفاظ سابقا. ايضا فيها اللي اوردوه كثير من الناس على سبيل التسليه بعد القرن الرابع وكم 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 هذه نسبت. لا يمكن لامرؤ القيس ان يكون هذا الشعر الضخم النهائي اللي واضح من مبناه اساسا ان لا ينتهي الى الشعر ولا لاعرابه ولا الى عهد وعصر في ذلك الوقت. القرن الرابع جاءت فئه من الرواه يتسلون باخبار شعراء القدامى ضمنهم من وضع القصه الشهيره للاصمعي صوت صدير الغربي وهي تقبل على سبيل التسليه عند الناس لكنها على مستوى الاسلوب العلمي والمجال العلمي ابدا لم ترد بادله وبراهين ثابته ان هذه القصيده لم يقلها الاصمعي في حياته. لكن لا نمنع ان نقولها على مستوى التندر والتفكر والتسليه في المجالس. وعلينا ان نتسلى بهذا الوعي عندما نتلقى الشعر الجاهلي وعلى راسه ابو الشعر الجاهلي امرؤ القيس الشاعر ايضا اللي صاحبه يعني صاحبه من قصص ونسجل عليها لكنها انتهت ايضا بقصه الوفاء الشهيره الجميله مع السمو والنهاديه واترككم مع السلام عليكم. طبعا المجال مفتوح ليس لخالد او لغيره، كلنا في هذا المجال من عنده من لديه شيء يدلو بدلو، لكن قبل نتكلم عن حقيقه شعر امرؤ القيس امانه، امرؤ القيس كان حاله من حال الفتيان. يحب يتغزل بالنساء عند الغدير ويتغزل بهذا ويكتب القصيده بهذا ويشرب الخمر. هذا حاله، لا طاقه له بالقتال، مع ان ابيه كان ملكا من بني اسد. ابوه كان ملكا. وكان لا يعجبه ما يفعل امرؤ القيس، حتى ان قيل اباه اراد قتله وقيل في روايه كثيره لكن لا تصح من ذلك على شيء او لم يثبت عنها شيء امانه. عندما علم او سبب مقتل ابيه الى الاهل انه كان يفرض اثاره على بني اسد فثقلت عليه. فعندما ثقلت عليه عصى منهم من عصى. فهنا حصل اللبس وحصل المشاكل وجاءت الانتفاضه فقتل ابو امرؤ القيس. امرؤ القيس قال كلمته المشهوره وهو على الغدير يتكلم انذاك عن مقتل ابيه قال مقوله اللي هي اصبحت مثلا ضيعني صغيرا حملني دمه وحملني دمه كبيرا. اليوم سكر اليوم سكر اليوم خمر وغدا امر وغدا امر. نعم اليوم خمر وغدا امر اراد كان عاد كل لحم سب لا صحو اليوم ولا خمر غدا. نعم لا صحو اليوم ولا خمر غدا. امرؤ القيس على حاله خلاص الان اعتزل لكن من قتل ابوه؟ الان جمع واقسم ان لا ياكل لحما او يذهب الى الجواري او يشرب الخمر او ولا ياتي النساء حتى ولا يتطيب بطيب حتى يقتل 100 بني اسد. كفرت معاه الان ما بعد ابو شيء فاتوه اشراف بني اسد خيروه بين ثلاثه. قال الاولى اختر من اشرافنا ما شئت واقتله. اشرف واحد فيها ترى اقتله واراد ان يقتل 100. الامر الان
قال لي خذ من الابل ما شئت، الفين الاف خذها كلها عوضا عن الهديه. قال الثالثه، قالوا الثالثه ان تبهلنا حتى يلد النساء العام القادم. قال اما الاولى فانتم تعلمون ان شرف ابي لا يحمله شرف احد منكم، لو قتلت منكم اشرفتم لا يكفي شرف ابي. ومن باب اولى ان لا اخذ مالا او ابل على مقتل ابي. وهنا ياتي الامانه، يعني اما العفو واما القتل. انا ما اخذ مقابل مال، مقابل مقتل ابني او ابي او اخي لشرفه وعظمته. قال اما الثالثه فقد امهلكم هذا الامر. لما حزن في نفسي الا النساء وهذا لا باس. طبعا عمرو بن قيس ذهب انذاك الى العرب ليتقوى بهم فتركوا، فذهب الى الاهل الى السموئل، السموئل ابن عاديه، ذهب اليه ليستنجد به ويكون معه. وهنا رفض الى الاهل السموئل، وكان السموئل وين؟ في تيما. طبعا تيما في اداب له مقر كامل ونجيب، ممكن كثير منكم مر عليه. هداب تيمة، نعم كان هنالك. الشاهد من الكلام ان امرؤ القيس عندما منع ذلك جعل ادرعه ورماحه وما يحوي عند السموك عهدا وامانه، واتى احد ملوك القسافله لياخذ هذا الشيء من السموك فرفض. طبعا السموك يضرب، يعني اذا ذكر الوفاء ذكر السموك المعادي. المثل يقول اوفى من السموات، ليس في احد اوفى منه. فهذا يعني مما مر على امرؤ القيس. طبعا لا ميت امرؤ القيس قبالك بذكرى حبيبي ومنزلي. طبعا تكلم فيها النقاد واهل اللغه واهل البلاغه واهل الشعر. ارجع اقول كما ذكر قيس الحماد شوي، هو يعتبر يعني باتفاق النقاد هو سيد الشعر، كما انه الان يقول ان احمد شوقي هو امير الشعراء في المعاصرين، لا احد يستطيع ان يتعدى احمد شوقي. هذا كان شيء من حال امرؤ القيس. سلم. طيب مسمومه. نعم قال حتى انه اقبل على انهار الدفن فيها، وقد كان جسده يتساقط تساقط، حتى انه قال القصيده الجديده: الم على الطبع القديم لعسعساك اني انادي او اكلم اخرس، فاما تراني لا اغمض ساعه من الليل الا ان اكب فانعسى، ولو انها نفس تساقط ولو انها نفس تموت جميعه ولكنها نفس تساقط انفسها، لقد طمح الطماح من بعد ارضه ليلبسني من دائه ما تلبس. فقالوا انه مات في 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 انقره، سألوه قبل موته أين تشاء أن تدفن؟ فقال أين أقرب قبر؟ الإنسان بيأنس حتى في قبر. قالوا إن عند هذا القبر، عند هذا الجبل اللي هو اسمه عسير، نعم، أن هناك فتاة رومية ماتت فدفنت هناك. قال إذا عندها. نعم. ثم قال قصيدة، قال: أجارتنا إن المزار قريب وإني مقيم ما أقام عسيب، أجارتنا إن غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب، وليس غريبا من تناءت دياره ولكن من تحت الديار غريب، ولكن من تحت التراب غريب. قالوا فكانت آخر كلمة قالها ابن القيس. الله هذا من السبب. هذه قصة امرؤ القيس، وروح أنه أصيب أيضا بالجدري. هناك من رد هذه القصة كاملة وقال أنه أصيب بالجدري ومات بسبب الجدري وخرجت من 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 جسده الروح بسبب الجدري. نعم. شاهدت من هذا انه تأولني ذاهي القديم عن عسس. نعم. انك كان ذا قديم. نعم. معاه زاد عليه. لكن اللي انتصر قد تتبع بين امرين. نعم اللي انتصر الطماع هو اللي هو السمعة. قال لقد طمح الطماع من بعد ارضه ليلبسني من ذائه. الحقيقه ان ابو شايب الطماع ثابت نعم في التاريخ، لكنه الكثير من علماء المصادر قالوا ردوا فكره لقائه بكسرى، وقالوا ان لم يلتقي به لكنه قتله الجدري
هذا مقولة أيضا، وأيضا حتى موضع وفاة اختلفوا فيه والكثير، يا هو زمن متقدم حقيقة جدا، فدائما مثل هذه القصص يخترق حولها كثير من الأقاويل في هذا الجانب. اللي وراء شاركونا. اي نعم اعطوكم هذا المايك شيخ او الجنب اعطونا عن امرؤ القيس، ما تعرفون عنه بيت شعر شيئا؟ ترى اليوم المساله هي عباره عن ورشه عمل مفتوحه، يعني مكان حواري، والا كان حضرنا وتكلمنا وقرانا وانتهينا، احنا مثل النقاش يكون بين الجميع. تفضل. اول شيء الله يمسيكم بالخير. يمسيك بالسرور والسعاده يا رب. على طاري تخليد الأسماء في الأشعار، لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل في كتب كثيرة من السيرة أنه كان يهجر دم كل من يهجوه شعرا أو يسر الإسلام، لأن القصائد تخلد والنثر لا يخلد. لذلك جاء في كتب الصحاح قلة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعات نقلا إلينا، لأن النثر لا يحفظ هذا، الأشعار هي من تثبت. لذلك ومن القصص المشهورة لكي لا أخرج عن السياق قصة كعب بن زهير رضي الله عنه عندما هجم النبي فأهدر دمه فأسلم بالنهاية. هذه مشاركتي على فعلا الخطب ما وصلت إلينا لأن النثر عادة لا يحفظ، المنثور لا يحفظ. الخطب الجمعة لأن منثورة ما هي عن طريق قصائد وأشعار، ليست منظومة الجمعة، لأن الكلام إما نثر وإما نظم، إما قصائد وأبيات وإما نثر. كيف حالك؟ بشرنا عنك إن الحمد لله. ما كانوا الصحابة ينقلون لأن من باب الوعظ ما كانت بها أحكام شرعية وغيرها، من باب وعظ ونصائح عامة ووردت. يتخولن في الموضوع. إيه تخولن، فهي من وعظ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر خطب الجمعة ويطيل بالصلاة، وهذه هي السنة والآن. وهنا بس تعليقا على كلام الاستاذ بس كعب بن زهير، هنا صراحه هي انا اعتبرها رساله هذه لكثير من الشعراء في هذا الزمان. يعني كعب بن زهير كان ينهاه ابوه صاحب المعلقه زهير ابي سلمى، مع ان حتى جده قيل انه كان شاعرا، وكان ينهاه ان يقول قصيده واحده يقولها في واحده بين العرب، لا تفشلنا يا ولد يا ولد اذكر الله، لا تقول قصيده، يقول حتى قال لو ان قلت قصيده هدرت دمك. ابوه يعني احنا شوف شعراء عندنا ما شاء الله، يعني شوف تويتر زين يعني مليان. مع هذا كله قال قصيده بعد موت ابيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، واخبر اخوه انه هجا النبي صلى الله عليه وسلم، وهجا ابو بكر وعمر لم اهم، فذهب اليه فقال ان محمد اهدر دمك، والله ان محمد عنده خوف، اذا قال فعل، واذا امر امتثل، وإذا تكلم كان عروس من الطيبة. قالت لينك قتلينك اليوم، يقول حتى تخول وسلم وأتى من خلفه فمسك كتفيه فقال السلام يا محمد، قال من؟ قال أمني، قال من؟ قال أمني، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم فقلبانك سعاد، فقلب اليوم مكبول إلى قد أنبئت أن رسول الله، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة من القرآن فيه مواعظ وتفصيل، لا تؤاخذني بأقوال المشاة وإن كثرت في الأقاويل. وشيخ استخوطة بس إن الرسول نور مستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. فجاء البصيري صاحب من تذكر جيران بسلبي، مزجت دمعا جرى من مغلة بدمي، أحبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من عظمي، إن قالت والنفس كالطفل يذكر منه شب على حب الرضاعة، وإن تقتله ينفطمي. جاء قال بمجاراتها في القصيدة خيبة تعطيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء. خليها كيف كنت؟ ريم هذا مطول، هذه من ضمن فاهم مطول. احمد شوقي، احمد شوقي جاء ب ورد الهدى اللي كانت ريم، خليها 10 دقائق وبعدين بصور تصوير. حل سلك دما من اشهر الحر الله، هذا ام الشعر اخوك عيسى تعالى يقول اقام له احمد شوقي انا من الناس اللي امانه اعيش في خيالات عظيمه، اسمع ولا قصائد
لمعنى. نرجع إلى محور حديثنا قبل المشاركة الأستاذ تحتضي. أنا وسالم للجميع. أنا طبعاً ممكن أخذ تيار الآخر. يعني كان ربما الشعر في زمن يعني كان هو وزارة الإعلام كان هو المؤثر وكان شكل الحروب و يعني يحمس جنود أو يعني مثابون يعني كان له وظيفة عالية جدا. ربما الآن أشوف الوضع تغير يعني أشوف أن الشعر ربما الآن نأخذ للتذوق يعني كأنك تقدر تستمتع بالرواية أو ألفاظ معينة. لكن الذي أريد أن أقوله هناك كتاب للطه حسين أنا أتمنى إذا أحد اطلع عليه أنه أكيد أنك الشعر الجاهل الشعر الجاهل أنا اللي طلع عليه علم طبعا يقول أنه لا يوجد هناك شعر جاهل وهذا كل ما نحت هو أتى بعد الإسلام وأن ما كان من الشعر الجاهل إلا بيت قليلة جدا حتى نذكر كم بيت اللي يمر القيس فقط لم يتناول قصائد. فإذا أحد عنده تعليق على هذا القول أو كذا أنا أستفيد منه. طب يعني معاذ رد وانا برد عليه قال ايش قال لنا ترى تاخذ دور ال في رقابه الشيطان ولا تفضل يا الشعر الجاهل اشاعه 60 سنه و70 سنه وجاء طه حسين لباس الكافر اللي جاء فكره ما سبق عليها وكان القاه حتى في المحاضرات في كليه اللغه العربيه في جامعه القاهره او جامعه الازهر ما ادري بالضبط كان لسوء حظه من الطلاب الذين كانوا عنده الشيخ الكبير المتشاكل ابو فهد فرد عليه في الجامعه مباشره قال طه حسين ننظر بعيدا عن اللي ردوا عليه اننا ننظر الان الى الشعر الجاهل ما هي فقط المعلقات عندنا معلقات ومفضليات وتصنيعات قرابه يعني الاف الابيات من الشعر الجاهل في قصيدة تسمى نامية العرب الشمر قيل أن خرب الأحمر محلها وبعض النقاد استخرج الأبيات التي قالها خرب الأحمر حتى قيل أنها بعضها قالها الشمر وبعضها قالها خرب الأحمر فانظر إلى قوة النقاد كيف يستطيعون التفريق بين الشعر الجاهلي والشعر ما بعد الإسلام نستطيع أن نقول كذلك. وايضا اين نذهب من هذه الاشعار من امرؤ القيس صرف من العبد النابغه الاعشى كل هذه الاشعار من يستطيع ان ينتحلها ثم ما كيف ينتحلها شخص وهي بهذه العظمه ولا ينسبها له ما هذا الايثار يعني اللي يجعلها لغيره ولا يضعها يعني معلقات علقت على استار الكعبه ثم يضعها لشخص وهمي هذه اعتقد عقليه يعني ليست نقول عقليا لا يستطيع احد ان يثبت ذلك انها منحوله. لو نقول قصيدتان ثلاثه صح. عقليا اللغه بين قبل وبعد الاسلام، اللغه والاشخاص يعني شوف اللغه اللغه واحده. الخطاب لا تنحو لانها نثريه. بينما الشعر ينحو لانه هو الاعلام صح ولا لا؟ ما في نقاش فيه. ما في خطب خطوة زيادة من الحمية وخطوة شو اسمه؟ بس لذلك الآن أصح الكتب بأحاديث البخاري ومسلم ما نجد خطب كثيرة أشهر خطبة من مسلم خطبة الوداع. ثقافة تابع هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت مسمى مبادرة الشريك الأدبي أقامتها بدل الأندية الأدبية الموجودة الآن.